في أنشطة متنوعة. جناح الوزارة بيقدم أنشطة توعوية وثقافية وفنية. عندنا ورشة لتعليم الموسيقى، عندنا ورشة لرسم الكاركاتير، عندنا ورشة للسيراميك، عندنا ورشة لتعديل السلوك الخاص بالأطفال اسمها عدل سلوكك. عندنا متعاونين مع وزارة الأوقاف في برنامج قادة فكر لتعديل المفاهيم المغلوطة. عندنا الرواق الأزهري، عندنا أبرز البرامج اللي بتتنفذ في وزارة الشباب والرياضة زي برنامج ريحانة، أولمبيات الطفل، عندنا ماراثون زايد. بالنسبة للعام ده في عندنا تغير كبير جدا بالنسبة للسنة دي على وجه الخصوص. تباعا بدينا نطلع الموسوعات مرة أخرى، وعندنا الموسوعة الثقافة الإسلامية، ده عدد جديد يعتبر استكمالا لسلسلة الموسوعة المتخصصة اللي قام بها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالإضافة لحوالي 6 كتب من الكتب الجديدة في قضايا التجديد وقضايا المعاصرة. احنا عاملين حتى على شكل شنطة بتضم 10 كتب للأئمة أو لغيرهم من المثقفين، بحيث ان دي إفادة وفي نفس الوقت بتتناول الموضوعات المعاصرة كلها. شايف ان هو حاجة جميلة، وكمان منها تنمية مهارات الأطفال من سن حد 13 سنة تقريبا، فده حاجة جميلة وما كانتش موجودة. وبنشكر طبعا سيادة الوزير على الحاجة دي، حاجة جميلة وكلنا مبسوطين منها. أنشطة كلها جميلة وبتنمي المهارات عند الشباب المصري، لأنه الشباب طبعا هو اللي بيقوم بالأمة وبيقوم بالحضارة. من أكتر الأنشطة اللي عجبتني الجوالة، ودلوقتي يعني حاجة جميلة إنها بتطبق في الكليات عندنا. لسه كان عندنا جوالة في جنوب الوادي، واستقبلنا الجوالات كليات مصر كلها، جامعات مصر كلها كان عندنا إحنا في جنوب الوادي. بنعمل حاجات جميلة، بنعمل مخيمات في الجوالة، بنتعلم إزاي الواحد يعتمد على نفسه،